يا جماعة الخير، هاي 150 ورقة اللي جمعناها هون، شوفوا شو بدنا نشتري فيهم ونوزعهم قبل ما يحر رمضان. وبيكفوا بحالتين؟ لا بيكفوا، على الحارة ماشي حال يعني بتزبط القصة ما فيها مشكلة، بس أنا برأيي ما نحن نشتري ونوزع حصاص وسكر ومونة وقصاص، لا أخي، خرج ناشف فضت يا عرب، كل بيت بياخذ لزومه. لا أنا مالي معك أبو عصام، بس أعطيتهم خرج ناشف بيتبهنكوا فيه، الأحسن جيب له سكر رز، هيك شيء يعني. ما في أبانك ولا شيء لصلك يا أبو ظافي، بعدين الشغلة من جمل إذنه، شو 150 ورقة؟ وزعهم شو بده يطلعوا؟ وين البانك بالقصة؟ بعدين بدك جيب له سكر اللي تعال عنده منه سكر، شو بدك تساوي؟ خلينا نخرج ناشف خلصنا. والله الحق معك أخي أبو عصام، كل بيت بيدبر راسه. شو رأيك أبو قاسم؟ وأنا كمان مع هذا الشهور. إيه؟ إذا هيك رأي الجماعة، أنا كمان معكم. تكلنا على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين بك يا أبو حاتم. أهلين أبو ظافر. لا تواخذني، بدي عزمك شوي ومون عليك. أمور. بدي عاصم يطلع يعاونه لظافر. يا على راسي. بشو بدي أعاونه دخيلة؟ على معنا شوية مونة بدنا نوزعهم على الفقرا والمعترين اللي بالحارة. يلا. أيوة. دخلك ومعك الورقة اللي مكتوب عليها أسماء الفقرا والمحتاجين. لا والله هي نسيتها. ايه خير ان شاء الله. هلا ابعت لك قاسم يجيب لك الورقه من عند الشيخ عبد العليم. يكتر خيرك، تفضلت ابو حاتم. اهلين. السلام عليكم. قاسم. حضرتك عبد العليم. وصل على المضافه، بتشوف الشيخ عبد العليم او ابو قاسم هنيك. اللي اعطينا الورقه المكتوب عليها اسماء المحتاجين، بتجيبها وتعطيها لابو ظافر. وينك؟ خليك معهم كمان ساعدهم، شوف شو بدهم ساعدهم. امرك عمي. يلا. الحمد لله لحقنا ووزعنا الصدقات كلها، بقيان اسبوع للشهر الفضيل وربك سبحانه وتعالى اكرمنا ولحقنا. ايه الحمد لله. بس ابو ظافر مو احسن كان انت تساوي مثل ما قالوا كباريت الحاره وتوزع على الناس الفقراء خرج ناشف؟ بس انت غير شكل اخي مشان البهوره. ايه شو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منيح اللي شفتكم انتوا الاثنين هون. خير ابو جودات؟ بدي منكم تبتوا بامر زعامة الحارة قبل ما يهل الشهر الفضيل. وانت شو بهمك هذا الموضوع؟ بهمني كثير ابو حاتم، بدي اعرف مين الكبير بالحارة لحتى احكي معه، ما بدي احكي مع الكبير وصغير فيها. بأي معه حق ابو جودات؟ مين حلوة تضل الحارة بلا زعيم؟ شو بدهم يحكوا علينا بالحارات الثانية لك ابو حاتم؟ يسلم تمك ابو ظافير، هذا الكلام الصحيح. بعدين كمان وصلتني تعليمات يمكن حكومة فرنسا بدها تعمل عفو عام عن المطالب والإفرارية. شو؟ عفو؟ إيه عفو أبو حاتم، ليش مستغرب؟ عفو عن المطالب والإفرارية لأنه حكومة فرنسا بدها تثبت على أنه هي حكومة امتداد مو حكومة احتلال. أيوة قلت لي. الله يبشرك بالخير يا أبو جودات، يعني الشباب رح يرجعوا على الحارة بعون الله. إن شاء الله أبو ظافي، منقول إن شاء الله. بكل الأحوال بدي منكم لو تكرمتوا نهول لموضوع زعامة الحارة قبل ما يهل الشهر الفضيل. شو فهمتوا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. شو رأيك بهالحكي يا أبو عصام؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني أنا أول مرة بسمع إنه فرنساوي بيع فيه. إيه لكن مو من عوايد الندل العفو، ليكون في وراء شي فنطي. الله أعلم إذا كان فيها فنطي ولا ما فيها فنطي. والله بطلنا نفهم شي من شي. والله على كل حال أنا حبيت إنه خبرك، بعدين جاي أحكي معك بموضوع تاني بهم الحارة. إيش كان موضوع الزعامة اللي جاب لي السيرة الله يرضى عليك؟ لنرجع لها؟ لا بدنا نرجع لها بموضوع الزعامة، بعدين أنت مالك شايف أبو ظافر شو عم يعمل؟ لك إني منه مشان الله أبو حاتم يستر على عرضه، خلص بعدين نحكي فيها القصة، بعدين خلص بعدين. إمتى بعدين يعني؟ رمضان على البواب. خلص خلي ليها عشان أنا بسير هلا، بنحكي فيها بعدين. والله 100 قصة شايشة راسي هلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو. نعم هاي سكتنا. روق لاجيب لك كاس شاي. لك يا عزيز، يا عزيز عمرني عمي حاتي. لك شباب روح على البيت بقى نام ارتاح مشان تعرف تشتغل بكره. والله ما في قرنة نام فيها عمي. شلون ما في قرنة تنام فيها؟ جوز امي قلعني من البيت ومشان هيك انا رجعت الليل على الحاره. لوك الله لا يعطيه عافيه، وين بدك تنام لك انا؟ لا والله ما بعرف عمي، ما بعرف. طيب عمي ابو حاتي خليه نام بالقهوه. ايه بس برد عليه بياخذ برد. لا تاكل همي انت عمي، لا تاكل همي، انا بدبر حالي والقهوه دافيه. لا اسمع لك، تعال معي على البيت هلا بعطيك فرشه والحاف بيتغطى فيهم. إيه؟ يلا تعال. الله يديمك عمي، الله يديمك. يا سلمى يا سلمى عزيز
تعال شوف تعال. أمرني عمي أبو حاتم. هذا شوف هذا. أمرك. عزيز انت شو بتعرف تشتغل شغله غير هالبسطه هي تبع الاحجار والصابون عم تبيعها؟ والله ما بعرف اشتغل شيء يعني، ما بعرف غير هي الشغله. لا لا هيك ما يمشي الحال، انت لازم تتعلم صنعه، تاكل مرا خبز، تفتح بيت، تتجوز. انا بدي افتح بيت عمي وبدي اتجوز، يعني انا مو ملاقي مطرح نام فيه. لا الهي انك مالك حاطط عينك بعين ربك حتى تصير. اعوذ بالله عمي، انت قل لي شو بدك لاعمل؟ شوف عزيز أنا حبيتك ومعتبرك مثل ابني، مشان هيك رح أوقف معك وساعدك. اسمع، نحن جايين على الشهر الفضيل، رح أعمل لك بسطة مرتبة تبيع عليها عرقسوس، تمر هندي، تماري، اللي هو. وبعد شهر رمضان بدك تتعلم صنعة، صنعة تاكل مراها خبز وتصير رجال متل عالم الناس وتفتح بيت. شوف يا بي، فما هي الرجال بدون صنعة مثل السمكة بدون مي، فهمت؟ بأمرك عمي، بأمرك، الله يخلي لي إياك يا رب ويطولنا بعمرك. بس شوف عزيز، بدي شغلي منك. أنت بتأمر. ما بدي لوفك، أنت مسؤول مني، شو ما صار زاحلي هيك ولا هيك، بينحكى علي أنا. أعوذ بالله عمي، لك ما عاش اللي بده يحكي عليك، لك أنا من إيدك هي لإيدك هي. خير، اتكل على الله وروح كمل شغلك، وإن شاء الله هاليومين بنحضر لك البسطة. أمرك عمي، يلا السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك يا عزيز يا ابني، ما شفته اللي عمل هالعملة؟ ما شفته؟ والله ما شفت حدا يا عمي أبو حاتم، ما شفت غير كبكيب النار عم تفوت على القهوة. بشرفي يا أبو حاتم، لو ما عزيز طفى هالقهوة لكانت راحت عن بكرة أبيها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يكسر إيد كل ابن حرام ومأذي. لا لا سليمي، سليمي بإذن الله، تعال معي على الدكان، تعال. الله لطف يا أبو حاتم، الحمد لله مرقت عرضية. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. الله لطف يا أبو حاتم، بحظي لولا عزيز لكانت راحت القهوة وما شفت منها إلا الرماد. يا والله الله يرضى عليها العزيز ويجزي الخير. شوفي شو صاير يا الحارة الطبع؟ لا ما في شيء، سلامتك أبو جودات، القهوة كانت راح تحترق والله ستر. لا لا هذا صار له شيء؟ لا الحمد لله ما حدا صار له شيء، بس عزيز احترقت ايده. ايوه بسيطة بسيطة، طول بالك. والله انك طلعت بضاهي وبين اصل. الله يخليك يا عيسى. لك الله يرضى عليك يا عزيز، لو لا كانت القهوة احترقت، الله يقدرني على مكافاتك. ولو يا عمي ابو حاتم، هذا واجبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة يا بضاهي. الله يسلمك سيدنا. قل لي يا عمي عزيز، غير كبكيب النار يلي شفتها نازلة على القهوة، ما شفت هيك ولا هيك حدا عم يدخل وسط الحارة مثلا؟ والله ما شفت حدا يا سيدنا، ما شفت غير كبكيب النار عم تفوت على القهوة. ايه سيدو، شو راح تساوي هلا؟ سد بوزك عصام احسن ما فك نيعك. ها استوب. حاضر سيدي. نعمل لي جولة تفتيشية بالحارة لشوف. تحرك. امرك سيدي. يلا يلا ابو حاتم، الحمد لله على سلامتك يا عمي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك يا عمي. الله يسلمكم. الله يسلمكم يا عمي.
يا كريم. يا بي صحيح احترقت القهوة؟ لا يا بي ما احترقت. الله سبحانه وتعالى بعث لنا هالابن الحلال هذا اللي اسمه عزيز طفاها. طمني ان شاء الله هالشب ما صار له شيء. لا لا ما صار له شيء بس احترقت ايده احترقت. الف الحمد لله الف الحمد لله يا رب اللي تلطف فينا ورفع عنا البلاء. يا بي روحي افتحي السفر طاس حطينا فيه اكل وجيبي لي حرام ومخده. خلينا ناخذ يا عزيز خليه ينام عليها ويرتاح وياكل له لقمه. يلا 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 بسرعه يا بلالي. تعي الحمد لله على السلامة يا بطل. وما عرفتوا مين هالمأذي الحقودي يلي عمل هالعملة؟ لا والله يا أم حاتم ما عرفنا مين. الله ينتقم منه ويعترني فيه لطالع روحه بإيدي هدول. ديرة مثل ما بتعرف يا عمي أبو عصام، يعني إذا رحت من جهة بيكون نبقلي من جهة تاني. لما بعيونه بتقول ابن الحرام لاطيلنا، أكيد هذا واحد من الحارة، يعني دود الخل من نوفا. وأنت قلت يا فارس، وأنت قلت هذا مو بس من الحارة، خذ مني هذا من نص الحارة. أبو عصام فهمنا انه من نص الحارة، بس نحن شلون بدنا نكمشو؟ ايه رح يجنننا. بدي يلطيط، بس بدي هدوء، بدي واحد مهدوي، بدي واحد هيك يلطيله يعني. اخي يا فارس انتو بضل شغلكم على ما هو مثل ما انتو انت والشباب، وبده ينكشف اول على اخر، بده ينكشف وبده يلطيط. لك الله محيي اصلك يا اصلي، وان شاء الله بنمسكه مسك اليد. رايح صار، المهم نحن نأمن الحارة فارس، بس أمننا الحارة خلاص، هو يا بكف مغياب وبيلطي يا عم نمسكو بلا حلة. أبو عصام قل لي ومين بدي فيقنا على السحور؟ لا قبل أي لحلة أي وكل الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا حي الله والنار يا أمير. أهلين أبو فارس. أهلين أهلين أهلين. شرف أخي شرف. يلا اسمحوا لنا يعطيكم العافية. أهلين عم أبو عصام يا هلا. الله يبارك. أهلين أبو حاتم. عمي. أهلين عمي تركي. خير شو عم تساوي؟ والله شوفك عينك عم نعمل بسطة لعزيز. تعال عزيز تعال. بسطة لعزيز؟ يلا يا رب. هلا هلا هلا. السلام عليكم عمي. عليك. عليكم السلام. شو عم بحاتم شو رح تفتحوا لعزيز برا؟ انا عم بعمل له بسطه يبيع عليها عرق سوس وتمر هندي ومعروك. شو كل هدول رح يوقعوا على البسطه؟ كل هدول لك انت شو لك شغل معه؟ انباع ولا انضرب على قلبه؟ شو لك شغل معه؟ ما لي شغل عمي بس ما لي شغل. خلاص تكرم يا اخا مثل ما بدك. خلاص روح ترزق الله انت بشغله ثانيه. روح تكرم الله يوفق الله يرزق ما لنا شيء. بس روح لك عمي خلصنا. شو لك كيف صارت ايد عزيز؟ عزيز؟ لا ايده منيحة صارت منيحة. لك يا عاصم هات قهوة. بلا بلا لا قوم لحق قاسم محمد. ايه والله. يلا 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 يا كريم. السلام عليكم. والله معك حق يا ابو عصام معك حق. بس اللي مثل سعيد ما بينعطلش. ابو قاسم خلصنا من هالقصة الحرمة ورجعت على بيتها. انت بتحب خرب هالبيوت؟ اعوذ بالله. لك انا برضى ينخرب بيت بنت اختي؟ خلصنا بقى ابو قاسم. شو معنا غير السيرة؟ معنا الحارة؟ معنا شيء اهم؟ مش يا سيدي شو بدك مشان الحارة انا حاضر. رضيت تصير زعيم؟ لا اله الا الله. لك يا ابو قاسم اللي عم نعمله بالحارة ما بده زعيم. ليش ولا صار؟ يعني هالأسكاف يا زعيم يعني حيوقف العيب؟ حيوقف؟ خلاص أبو عصام هلأ ما رح نحكي بحكاية الزعامة، بس ما بدنا نعرف شو بدنا نساوي. شو بشور علينا أبو عصام؟ لأخي واقف علي واقف علي. حدا يشور وحدا ما يشور؟ كلياتنا بنتشاور، مو أنا اللي بشور، مو أنا ولا أنت ولا بحدي، الكل الكل بيتشاور. يا جماعة ما بظن إنه الفرنساوي يلعب هيك لعبة يطالع عفو وبعدين يمسكهم. إيه لا هن بيعرفوا انه راح تقوم القيامه عليهم. لا حكي ابو حاتم مزبوط. الفرنساوي كل همه يبيض وش. اي نعم. ايه بس كمان الحذر واجب يا رجال. اخي انا متوغش من قصه كلياتها كل ما فانا متوغش منها. شو من كل الفراريه ما بينعفى الا على الثلاث اربعه بس؟ من الحاره ما في غير معتز بيقمع راسه. طيب يا ابو عصام ليش ما بنعتبر الموضوع بدري تحس النيه من الفرنساوي؟ من ايمتى الفرنساوي عنده نوايا طيبة؟ حكي ابو عصام صح. ما بعرف انا لهلا مالي فهمان ليش انتو خايفين من العفو. اخي انا مني وعلي مالي مستعد من خوفي. ايه والله خايف على القصة. ايه والله ومالي مستنضفها من اصلا. ايه يا اخي
ابو ظافر. ان شاء الله كل سنه وانت سالم. ان شاء الله انت سالم. طمني، حدا اشتكى من المسحر شيء؟ انا لا، ما حدا اشتكى ابدا، والحمد لله كلهم فاقوا. ايه الحمد لله، الله يعيدوا عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله. الله يعافيك يا رب. الله معك. والله يا جماعة عم توصل أخبار مو كتير منيحة. عم يقولوا إنه الزعيم هنانو صحته متوكي شوي. إيه الله يشفيه يا رب. والله زلمة زكرته أبو ضاي ما في منه، لك جنن الفرنساوي. إيه والله جننوا وخلاهم يشوفوا النجوم بعز الظهر. الله يعافيه ويحمي الشباب. أبو حاتم كأنه الشباب مهدينا اليومين. أخي أبو ظافر، الشباب متفاهمين هن والسياسيين، وباعتبار السياسيين هلا عم ياخذوا بيعطوا مع الفرنساوي، فهن عم يستنوا، إذا مشي الحال وانسحبوا الفرنساوي خلصنا ما عاد في دم. آخ أنا خايف من حكاية التقسيم. تفهم تمك أبو حاتم، شو تقسيم ما تقسيم؟ إن شاء الله ما بصير هيك شيء. الصبر يا جماعة، الصبر. وكل شيء إله دوباره. تعمي تعال قلنا قديش تريتها للمعروكة هاي؟ قرش. روح طريقك روح. ليش عم تبيع على المعروكة بقرش؟ لك ما ترد لسانك أكل القط، ليش عم تبيع على المعروكة بقرش؟ طول بالك. لك قول. قلت لك ايه؟ شو دخلك شلون عم يبيع انت؟ شو دخلك؟ شلون شو دخلني يا عم حاتم؟ هذا رح يقطع برزتي. ما حدا بيقطع برزق حدا، ربك هو الرزاق. أمنا بالله دخيل اسمه الله ما لنا شيء، بس مو هيك عمي مو هيك. تنكي سد حلاك وانقلع من هون احسن ما يطلع خليها. هلا كلكم اهل حارة الضبع صرتوا علي انا. خلص ولا تنكي. شو هاي كلكم علي؟ الزلمة ايش من بده ببيع؟ وبد ما بده ببيع، انت ما خصصت فهمت؟ شلون ما خصني؟ شلون ما خصني؟ خصني ونص. لك تنكي عويان عصك ولا؟ ايه عويان عصي لاني على حق. هاي حق قرش، كيف عم توفي معه كيف؟ وطي صوتك ولك؟ ما رح أوطي صوتي. وطي صوتك عم فهمك، وإن ما عجبك لما عزالك ورحال برات الحارة بيع بحارات تانية، فهمت هاي؟ لا سيدي ما فهمت، وبدي بيع هون، هاي الأرض مطوبة باسمك. اخرج! الله يوفقك يا معتز، قطعتني من سنتي، كبيت رزق على الأرض، ربي يبعث لك داء وعلة وشلة تفرمك فرم إن شاء الله يا حق. ولك تنكة؟ خلاص ما بدي ابتلي فيك، الدنيا صيام. اخرار اعتز اتركه، الزلمة ما عمل شيء. شو تفضلت واو يا فندي؟ مثل ما سمعت، الزلمة ما عمل شيء وهو على حق. وشو عرفك انه على حق وانت حضرتك هلا لسه جيت على الحارة؟ هناك درويش وعم يسترزق على باب الله وهو على حق. شبك واوي؟ شو صاير لك؟ كبران لي الحشيشة ما. اللهم اني صائم. يا اخي احمل حالك وروح على بيتكم ولا تتحش انفك بشغلة مالك فيها. فهمت هاي؟ ليش حتى ما يتحش حاله؟ اه؟ لاني على حق؟ سمعنا. رو عمو رو من هو. هالفوتة مالك قدها. وانا اليوم ماني ناوي ابتلي لي بشي ولا. إلي هالحكي ولا؟ إلي! وقفوا يا رجال على مالكم. خلينا الواوي ورجينا مراجله، بس وينك؟ لا تعصب، لا يوم يطق لك عرق. وهلا رح تشوفوا المراجي. إيه عمي، إلك، ليش في ولد غيرك هون بالحارة؟ ولاد! ولي! إيه خطي! واي! صابوا له حيمه. والله لخلي عواك يوصل لحلب. والله قلت لي واوي لا
حاج تتعصور حاج فريد بعيد وما تقول لحدني غدر لي لا تخلص شوفي شوفي هجم عطش يا اخي عمل يعقيد ولا خلاص ستبوزة عمل يعقيد اصبن عنا فشرت ولا خلاص شيخي معتز حط السكينة على رقبة الواوي يا لطيف شو لواوي؟ تاني مرة لا بقى تحشر أنفك بشغلة مالك فيها فمك؟ بعد الحكي في حكي؟ قوم حكي خلاص دير جوا قوم قوم انت لا من هون ولا تخليني اشوف خلتك يلا على بيتك يلا يا شباب كل واحد على بيته يلا مشان هيك اخذك على المخفى انو اي والله مشان هيك يا عمي ابو حاتم هذا ابو شوده حطوه على حكي ورغي ما بتعرفوه يعني اي والله مو شاطر بالحكي امشي معي لعند الواوي امشي وشو اخذوا لعند الواوي مشان يتصالحوا يتصالحوا شو هالحكي يا عمي ابو حاتم كانه كان في حدا له تلتين الخاطر بالخناقه ايه يا ابي انا اللي تلتين الخاطر وانا خليتها تصير الخناقه مشان يفهم الواوي إنه نحن عنا عقيد واحد هو معتز معتز وبس وهلأ بمناسبة شهر رمضان لازم يتصالحوا وتركي تركوه علي أنا بدبره لا عمي أبو حاتم مالي شي مالي رأي لعندهم منه هذا شو بدي أخذني لعنده لك أبي أنت شو بسوي ليش عم تتمشكل مع العالم أهلين يا أبي لك ليش معلق مع هذا الحش نش الواوي أبو عصام الحق مع معتز إيه يا أبي والحارة كلها ياتها بتشهد على هالشي لك أبي الحارة كلها تشهد الأمير لازم نحط أنفسنا بكل شغلة نحنا يا بيطول بالك هو تمدمد وتطاول الله وكيلها لك قوز الطاول وما كان انت واخوك العمل السمارح وصلنا على الحارة يا بي قصة مو هي طول بالك يا خلصنا يا بي أمرك تعرف بيته؟ لا أنا بعرف بيته ايه خلص فلو معنا بحاتي يلا شريف تفضل تفضل بيس والحقنا السلام عليكم وعليكم السلام السلام اخي ابو عصام الواوي جاي مشان يصالح معتز ويبوس راسه نحن كمان جايين نصالحهم مع بعض امرك يا ابي بتمون وهي بوسه من راسه حقك علينا عمي يلا واوي امرك عمي ابو صافي امرك حبيبنا اللزام بوسه بالعافية خلصنا خلصنا يا أبي ما عاد صفي شي وانت واوي صافي يا لبان صافي يا عمي أبو صافي صافي وفطور الصلحة عندي بالبيت بإذن الله شرفونا يا جماعة انت فطر الشباب ونحن الكبارية ما عليك منا تفضل يا اخي عصام شرفوا 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 تفضلوا شرفوا شرفوا يلا تفضلوا شرف عمي ابو عصام تفضل عمي شرف امرك السلام عليكم عمي ابو حاتم وعليكم السلام وينك يا ابني انت وينك ان شاء الله ما تواخذني عمي كنت بالجامعة والله وشفت فهمي وعدت انا وياه وقفنا الحكي شوي خير ان شاء الله يلا روح شوف شغلك عمي ابو حاتم بعد اذنك بس بدي اطلب منك طلب خير ان شاء الله نعم بدرونا عند الوالدة شوف اذا بدها شيء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بدك تروح تشوف الوالدة لك يا الله يبارك فيك روح لك ابني شوف شو بدها جيب لها اياه ورجع على شغلك كتر خيرك عمي كتر خيرك يلا السلام عليكم يلا الله معك ناضي مخنوع لفين عمي ابو حاتم ابو لك شو هون يا باطل عليك يا ابو شوكه قولي قولي عليك يا ابو شوكه
باطل طب شو في؟ طب شو هاد؟ شفت عينك عمي ابو حاتم يخرب بيته ابن الحرام ومخلي شي مشروع دكان؟ لك لا قولي قولي شو صار هيك؟ شفت عينك يا ابي بس ما في شي مسروق واحد مكسر ومخرب هذا بده يعلم علينا ابن الحرام يخرب بيته يخرب بيته لا هي الشغله ما بقى ينسكت عليها ابدا العمى لهون وصلت معه طولوا بالكم يا اخوان الامر بده حكمه وحنكه لازم نعرف الاذى منين اجى يا ابي في عين لازم تكون مفتحه بالحاره تشوف الرايح والجاي يعني في عندنا نحن واحد اسمه فارس هو الحارس لازم نغيره خلصنا لا اله الا الله شو دخلوا فارس التوك والعصا العمى بالحاره ومن اهل الحاره شو عم يا ابو حاتم ما راح تروح على البيت راح يقدي لك والله مشغول بالي على هالولد عزيز وينه لهلا تاخر والله وانا كمان والله انا كمان شغل بالي عليه من الصبح وانا عم بيع بداله عليكو لك وينك لهلا عزيز وينك لهلا ان شاء الله ما تواخذني عمي ابو حاتم ورجيني شو ها لك مين عامل فيك هيك ما في شيء عمي ابو حاتم ما في شيء لك عزيز شلون ما في شيء لك شوف وشك شلون كله احمر مين اللي عامل فيك هيك جوز امي جوز امي عمي ابو حاتم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لك شو الزلمه لك ما بيخاف الله بهالايام فضيله الله يكسر ايديه تعال عزيز تعال معي تعال غسل وشك من اذنك عمي ابو حاتم روح عمي روح لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا رب يا اسطو عمي من طقطه للسلام عليك إيه لا لا هيك ما بيصير بنوم هذا الزلمه لازم نحط له حد بس يا عمي هذا شرح عمي ابو حاتم ليه نعوض عليك بس يا عمي هذا واحد مشراني عمي مشراني مشراني على حاله بعدين وين كبارية الدرويشيه وينهم اخ يا عمي ابو حاتم شو بدي احكي لك لاحكي لك ايش هذا فرقانه معه كباريه ولا غير كباريه هذا ما بيجيب فايده معه بالمره ايوه لا هذا الهيئه مسكره معه بالمره ايه والله يا عمي ابو حاتم وانا كنت عم فكر انه جيب امي واخواتي وسكنهم هون بالحاره ونخلص منه بقى معك حق يا ابني معك حق بس قلت هيك ان شاء الله لبعد العيد كون الله يسرها معنا وزبطت امورنا مزبوط خليها لبعد العيد احسن هو هيك عمي يلا بدك شيء مني انا قايم ساعد عاصم لا عمي روح ساعده وشوف شغلك الله يسر لك الله يسلمك عمي آمين الله يسلمك يا جماعة باسم الله كل راس شهر رح يكلها لحرمته لصبحي معاش مني بس المخلوقة رح ترجع لبيت أهلها يا أبو قاسم أنا دقدست وسألت عن بيت أهلها طلعوا درويش وعلى باب الله وبيستاهلوا الصدقة من بعد إذن الحاضرين عيال صبحي وبيته من بابه لمحرابه أنا اللي مجبور فيهم وبرقبتي هي ليوم الدين الله يبارك فيك يا معتز وفيكن يا شيخي يلا بالإذن سنة أنتو سامي سلام عليكم يا مبروك يا جوازتك يا أبو عصام الله بارك فيك يا سيدي ايه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو عصام قل لي ليش هيك عملت؟ ليش خبيت علينا حكاية جوازتك؟ أنا طلبت منه هيك أنت شيخي؟ ايه نعم أخي أبو حاتم أنا طلبت منه هيك شلون هيك شيخي؟ ليش بجوز الواحد يكتم الجواز؟ مو حرام؟ هي فيها ما قصد أبو ظفير حاشا لله أخي أبو عصام كون قصد من وراها شيء أعوذ بالله بس يعني أنا ما حبيتها هي شغلة إنك تخبي جوازتك مشان قدرك وهيبتك وقيمتك بين أهل الحارة قيمته وهيبته وقدره محفوظين أخي أبو ظفير بس نحن بدنا نفهم الشيخ ليش يعني صار هالكتمان؟ فهمنا يا جماعة الخير جوازة أخونا أبو عصام صارت هيك فجأة والحرمة أجنبوية عن الحارة وإعلان الزواج كان راح يخلي الناس تحكي كثير فأنا طلبت منه أنه يسكت عن الموضوع والحمد لله هلأ الناس كلها دريت ومش الحال إيه الحمد لله أنه مش الحال ألف مبروك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مبارك جوازتك أخي أبو عصام الله يبارك فيك يا سيدي الله يبارك فيك السلام عليكم يا عزيز أجار الشهر الأول والثاني علي هلا بتروح بتجيب الست الوالدة بتورجيها البيت اتكلنا على الله شو عزيز؟ ك
كتر خيرك عمي، كتر خيرك، والله مالي عارفان شو بدي رد لك جمايلك. خلصنا، لا تقول هيك، انت صرت منا فينا من اهل البيت. وان شاء الله بتفرج ولا يهمك. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله عمي. وحضر لي حالك، ان شاء الله بالعيد الكبير بدنا ندور لك على بنت الحلال ونخطب لك اياها. بدي جوزك. انا خرجي جواز عمي ابو حاتم، شوفت عينك. عزيز، انت وكل الله والامور كلها راح تنحل. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله عمي. شو بنا صافي؟ مد ايدك، مد ايدك كلك لأمي، يلا 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 يا كريم. بسم الله. الله يعطيه العافية الشباب. اهلين بك باريتنا والله. خير خير ان شاء الله خير. شريف عمي ابو حاتم، شعر الندل اللي ما بينت فيه لا العشرة ولا الخبز ولا الملح، شعر. لك عزيز؟ والله يا عمي ابو حاتم، الله وكيلك غصب عني شغلوني معهم. ولك شلون غصب عنك؟ ولك عزيز شلون؟ الله وكيلك يا عمي هددوني. هددوني بدهم يهتكوا عرضي ويحطوا امي بالسجن ويقتلوني كمان. مشان هيك اشتغلت معهم. الله وكيلك هذا اللي صار يا عمي. أخس يا عمي شو مالك بس؟ لك ما تحكي ما تنطق. شو مالك حدا أنت؟ مالك ظهر؟ ما كنا حميناك؟ لك هانت عليك العشرة والخبز والملح؟ هانت عليك عشرة أهل حارتك اللي وقفوا معك؟ ولك قتلوه لصبحي لأنه ما رضي يحكي وين هن الرجال. ومثل ما قال أبو عصام، لو حكيت لنا كنا حميناك. والله نعم على قلبي يا عمي. الله وكيلك ما تعرف شو بدي أعمل. خفت على أمي وإخواتي، خفت على حالي كمان. وما خفت على بلدك؟ ما خفت على أهلك وناسك؟ أخسى عليك يا واطي، بعت أهلك وروحت شب لساته بزهرة شبابه. اللي مثلك لازم ينفعس. هاي لا تأكل هم عمي أبو ظافر، أصلاً هاي شغلتنا، بس نحن عم نستنى شوركم. لك ابني الله ما نشاف بس بالعقل العرف، ومن نعمه علينا أعطانا عقل لنفكر فيه. رحت اشتغلت مع الفرنساوي لتحمي أهل بيتك على حساب أهل بلدك، والنتيجة شو؟ خسرت الفرنساوي وخسرت أهل بيتك وخسرت أهل بلدك وخسرت حالك وخسرت دينك اللي علمك تحب الناس، تحب كل الناس مو لتأذيهم. شو نخلص عليه؟ لا استنوا عمي، استنوا شوي استنوا شوي. يا واش يا واش، ولك عزيز، انت ومين كنت من أهل الحارة عم تعملوا هالعي والقصص والمشاكل هاي؟ مين مشاركك؟ احكي لك أمي، احكي هالحكي يمكن يفيدك إذا حكيت وقريتها. احكي. ما لك احكي ولا احكي. ما الله يرحمه ويغفر له. اللي شغله هو اللي قتله عشان ما يحكي وينكشف. ما بين حدا يا جماعة، ملح وداب. شو بدنا نعمل فيه لهذا هلا؟ بري عليك عمي معتز، اللي عملته انت والشباب بيرفع الراس. طالعوه على الحارة واسنحوه هنيك ليطلع الضوء. خلي الفرنساوي يشوف شو بيصير باللي بيشتغل معه، وبعدين ندفنه. لا بلال، لا الفرنساوي أبي بيعرف اللي صار، وهو اللي باعت حدا من عوانيته لحتى يصرفوه. الناس كلها بتعرف اللي إلها واللي عليها. أبي خالصين، خذوه ودفنوه وخلصنا. طعم معي شو. يا شماعة، أنا صارت معي شغلة بالبيت وحابب لكم إياها. تفضل تفضل. يا جماعة، مثل ما بتعرفوا نحن تربينا على الأخلاق الفاضلة والعادات الحميدة، وتعلمنا أنه نقول كلمة الحق ولو على رقابنا وما نحيد عن طريق الصواب بإذن الله. بس أنا صلي فترة عم بسمع همز ولمز
مشان هيك قلت لأجمعكم وأحكي لكم كل اللي صار. بيوم من الأيام ابني صافر فايت على البيت، والله يهديه فات بدون ما يستأذن وبدون ما يعمل مثل ما تربينا ومثل عوايدنا ويقول يلا أو دستور. وبالصدفة انكشفت عليه البنت اللي بتشتغل عندنا، وربي شهيد اني بعاملها مثل بنتي وأعز، فصار لي زمن علي اني جوزه اياها. انا بعرف انه الشغله اللي صارت شغله بسيطه ومو كثير كبيره، بس انا بدي اعمل هيك مشان ما يفسد الجيل ويفسد الجيل اللي بعده ويضيع اللي تربينا عليه وتضيع اخلاقنا وعوايدنا. بس يشهد علي ربي لو ظافر مقرب على البنت او ناكشها بهيك لاشخطه على البلوعه واحسب الله ما خلق. الله يبارك فيك يا ابو ظافر، الله يبارك فيك ويصلك. تسلموا والله محييكم. انا صعيدي لما طلعت من الحاره طلعت فقير، وابي الله يرحمه كان يشتغل عند ابوه لابو حاتم صبي قوي، بس كان مشهد له باخلاقه وكباريت الحاره بيعرفوا هالشيء وبياكلوا. اي والله وانا بشهد على هذا الشيء. مشان هيك معيدكم بدنا نروح كلنا جاها لنخطب هالبنت لابني صافي، لاني انا بكبر فيكم يا جماعه. وبالواجهه لعيونك اصيل ابن اصول. عداك العيب يا ابو ظافر، طول عمرك رجال. الله يديمكم. شو شيخي تكلنا على الله. ان شاء الله اليوم بالليل منروح منقوم الواجب. الله يكبر واجبكم ويخلينا اياكم، وبرجع بقلكم اياها انا بكبر فيكم. الله يجزيه الخير لأبو ظافر، يا هيك إنسان خير يا بلا، بيعطف على خدامي عنده، بيوم جوزها لابنه، ما شاء الله ما شاء الله. الله يجزيه حسن على الشيء اللي عمله. لا أضلوا. ودبع 10 خواريف ووزعهم على روح الزعيم إبراهيم أنانو. لا. لك أي والله هالزلمة ما في منه. وهي عم أقول لكم يا جماعة الخير، إذا أبو عصام ضل يماطل وما يستلم الزعامة، فأبو ظافر خير مين يستلم زعامة الحارة وحاجتنا بقى. والله الحق معك أخي أبو قاسم. أخي لا تستعجلوا، هاي الشغلة شغلة زعامة، خلينا نحكي مع أبو عصام بالأول وبعدين منبت بالأمر. يعطيك العافية يا أبو فارس. لين أبو حاتم شيك اشتهيت لك الكبات سخنين وطيبين. دوق لك. يسلموا هالإيدين يا رب، بس ليش معذب حالك؟ لك الله خليك. تسلم تسلم. خلينا ياك. عود عود اشرب لك كاسة شاي ليك وانت أزعز. إن شاء الله صحتين. هنا بدك شيء عاوز شيء؟ لا والله سلامتك. يلا يعطيك العافية. السلام عليكم. لك يسلموا يا أبو حاتم. الله يسلمك. فهمت علي شو رح تعمل؟ إذا ما بتقدر لي من هلا ما بقدر. يا باطل أكيد بقدر. ماشي شو فياض، أنت عليك بس تكتفوا، اسم انه انا حافظني من كتر ما بيطلع بعيوني. بعد ما تكتفوا انا اللي رح نطلع لبيته. قاطعك لك فكري ابو حاتم مهرهير، انا بلفه بايدي مثل كبكبه الصوف. بس وينك؟ اللي هي اخر سرقه، انا بعدين بدي اترك الحاره وروح اتزوج. قول ان شاء الله قول ان شاء الله حبيبنا اللزاز. ها ليكو فياض. عمي ابو حاتم يا لطيف هاد فياض. يا فياض مين درسك علي؟ ها مين درسك؟ ابو حاتم خير؟ شوفي منو ولا قول مين اللي درسك علي ولا احكي احكي ولك احكي احكي. يلا 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 ي
دبروا له شي عربايه شي حطوا له ياخذوا فيها على المستشفى. لك يلا يلا لك مش هلا رجع بسنوا يلا 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 الرجال صار بذمة رب العالمين، ما بيجوز تحكي عنه هيك. يا ابي هذا كان حيرة وحكي بيني. اي والله كان حيرة وحكي ابو حاتم. والله سلم واخذ جزاته. انا مالي رايح كنت قتله. الله سبحانه وتعالى اعطاني القوة ودافعت عن حالي. الحمد لله على سلامتك يا ابن عمي. الف حمد وشكر اللي رتلنا اياك سالم. يا ابي. حطي لنا نقمة نفطر ونروح نفتح القهوة ونشوف رزقنا. انت بتأمر من عيوني تعوي يا بنات. يلا يا ابو يلا الله يرضى عليكم. ابو حاتم. ما عرفت من اللي دفشوا عليك لهالزلمة؟ ما قدر يحكي يا أبو حاتم، ما قدر. دخيلك يا ابن عمي، من اليوم وطالع بدك تدير بالك على حالك، لأنه هذا الزلمة اللي قتلته إلا يكون في وراه حدا هو اللي دفشه. معلوم في حدا وراه معلوم. ربي سبحانه وتعالى يكشفه وأعرفه وقتها لكل حادث حديث. دخيلك يا ابن عمي، تقبرني تدير بالك على حالك. تسلمي. تخاتل أبو حاتم؟ شلون ما بتعرف إنه جاي قتله؟ لك بجودات؟ شبك؟ شبك انت شو صاير لك؟ عم اقول لك انا ما عرفته لفياض الا بعد ما كشفت له عن وشه الملتم، وقتها كان خالص. لك شب انا منين بدي اعرف؟ ليش بيقتلني؟ ايوه روق روق وكساب الصلاه على النبي لكان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعم، شو المطلوب مني هلا؟ نعمل تحقيق بالحادثه. اتفضل بجودات، افتح تحقيق، مين كان شاك يعني؟ وبعدين معك يا ابو جودات، انت لعيبتها بدك تضل تتمدمد على كباريت الحاره؟ على القليل خبرنا، مو هيك لا احم ولا دستور. هلا فهمونا خير اخي، ليش بعت ورا ابو حاتم؟ اهلا وسهلا بكباريه حاره الضبع، قولوا السلام عليكم بالاول. عندنا سلامتك عمي. هاي سلامتك يا ابو حاتم. الله سلامتك. تعال سلم على عمك ابو حاتم. الله سلام يا عمي، الله سلامتك. الله سلامتك. الله سلامتك. اهنيك السلامة. اهنيك السلامة. شرفوا شرفوا. الله سلام يا عمي. الله سلامتك. الله سلامتك. الله سلامتك. حاتم عاوزك بشغلة. مورك يا ابو ظافر. شوف ابو حاتم، انا ولدت ويا الحارة وربيت ويا الحارة. وانت بعينك شايف شو عم بعمل للحارة وأهلها. بقى أنا عتبان عليك شوي من طرطيش الكلام اللي عم يوصلني. أنا ما بقصد حدا يا أبو ظافر، وأنت بتعرف إنه أنا أبرى الحارة وبعرفها بيت بيت ودخلة دخلة وزاروبة زاروبة، وبعرف مين هو اللي خرج يكون الزعيم اللي ممكن نرتاح معه كلياتنا. مقبولة منك على كل حال، والعتب على قد المحبة. إيه شو علي؟ رح أعتبر كلامك طابو مثل ما تفضلت. العتاب على قد المحبة. مرة تانية الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
ضايج وتشراك كاسة شاي داخل العين. ايه بأمرك حبيبنا اللزق. أهلي يا عمي أبو حاتي. ايه أبو ضاي اللي صاحبك فياض مين اللي داس علينا؟ شو بعرفني؟ علمي علمك عمي أبو حاتي. ايوه علمي علمك يعني ما بتعرف ما صاحبك على طول انت وياه لازقين لزق ما بتعرف؟ قلت لك علمي علمك وش كان كنت بعرف ما كنت خليته مو انا اللي بخليه. ايوه ما كنت خليته. ايوه معلوم ما كنت خليته. ليش انت بتهون علينا عمي أبو حاتي؟ تسلم يا أبو ضاي. مين؟ أنا أبو جودات يا أختي. شو بدك أبو جودات؟ ما في رجال بالبيت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعرف ما في رجال يا أختي. وما زالك بتعرف ما في رجال. ليش جاي لهون يا علي من ناموس والشرف؟ ليه؟ ليش هون حكي هلا؟ وشلون بدك يعني يحكي معك؟ يلا نلع من هون احسن ما تشوف شيء ما بيسرك. ها لك ما قالت لك انه ما في رجال بالبيت؟ ليش عم تدق عليهم يا علي شرف الناموس؟ شد بوزك لك حيوان انت ليش شرف لك؟ يا خرب بيتك بالعبا ضربك سلامتك. لك الله محيي البطن يلي حملك يا ابو بدر. الله يرضى عليكم جميعا. الكل على بيته وما حدا بيطلع من البيت. يلا والله ما حدا يرجع يا رجال ليطلع ابو بدر من الحبس. بغيابكم اجوا رجال الكراكون واخدوه. يلي عملتوه انتو بيرفع الراس واللي عملوا ابو بدر بيرفع الراس اكتر. عيب عليكم حريمكم كشفت عن وشها. ابو بدر ابن اصل وانتو اهله. ورجونا فعايلكم يا رجال. طول بالك عصام طول بالك خليني اوضح لك الصوره اكيد فما غلط. يا قليل الشرف عم تفوت على بيت ما فيه رجال. الله وكيلك يا سيد عصام ما بعرف انه ما في حدا. كذاب انت رايح على البيت وبتعرف انه ما فيه رجال. لك والله لا شرم من دبك. سيد عصام الله يسامحك الله وكيلك فما غلط انت. ابو جودات حاجه حكي حرك طالعوا لابو بدر وانت حسابك بعدين. تركي يا ابو حاتم تركي. لا يا ابو شنكر عم تسحب شبريتك علي. الله يسامحك الله يسامحك. وهيك ابي لك تكلي يا ابي مالك شايف شو عم يعمل؟ ابي ضبط وطالع بدري. يلا يلا على راسي يا ابو عصام تبدأ احمدك عم يا ابو عصام عم يا ابو حاتم الفرنساوي فايت عم يفتش حارات الشام حارة حارة. لكن الله روح طالع يلا يلا حاضر حاضر وصل بدري بايدك على البيت يلا برا وصل يا عم برا. أنت مطلوب أبو عصام. لعينيك.
انت من اعضاء كتله وطنيه وانت بتعرف شو عملت اليوم من فوضى. ابو عصام تفضل معنا. انت مالك حكم علي؟ انت بدك تسلمني شباب المطلوبين. انسى. رح يصير في دم ابو عصام، رح يصير في دم. احنا ما بدنا دم. عملتك هاي لك أبدر ما بيعملها إلا واحد من بلد وأصيل رجال من ظهر رجال. الله يخلي إياك يا أبو عصام، والله أنا ما عملت غير واجبي، ما بدي أشكر على واجب. نحن مو جايين نتشكرك عمي، نحن جايين نطمن عليك بس. لك بري عليك يا أبدر، أنت اللي عملته رح تضل حارة تحكي فيه طالما فيها ناس عايشة. والله ما عملت غير واجبي يا جماعة. كتر خيرك يا أبدر، أنت حميت شرفنا وعرضنا. ايه. ليش هيك عم تحاكوني يا الحارتي؟ ليش عم تحسسوني اني غريب عنكم؟ الله يسامحك يا ابو عصام، الله يسامحك. كل عمرك هيك بتعاملني. ولو لك ابو بدر والله ما بشي من الوجبه. الله يخليك يا ابو عصام. انا ابن هاي الحاره. انا ولدت تربيت فيها. وشرفها من شرفي. وعرضها من عرضي. الله يوفقك يا ابو عصام، اذا بتعزي والي مكاني عندك ارجع مصرياتك. مثل ما بدك بامرك. حمزه فوت فوت يلا. عمي قربت توصل الوفود من الشام وفي قرار انه نخبيهم عنكم بالحاره، فانتو شو استعداداتكم؟ انت بس خبر جماعة الكتلة ان بما مو بس الوفود علي يجيرك تجيك الاهل سوريا على الحارة. نحن بلدنا بعيوننا عمي، راح ياكلهم. الله محييكم عمي. يا ميت اهلا وسهلا، يا حي الله باخواننا العلوية. شرفتونا. مين اهلا وسهلا هنا ابونا؟ شرفتونا. شرفتونا. شرفوا، نورت الشام يا بيت. شرفوا فينا. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا يا بيت. اهلا وسهلا بجبال العلويين. بقى الحمد لله شيخي، الحمد لله الله قدرنا نضب كل الوفود عنا، والحمد لله وسعيت والله بيت الضيع بس ألف صديق. هدول مو ضيوف، هدول سبرهم سبر أهلينا يا أبو ظافر. أنت بتعرف هذا الشيء قبل مني. هدول جايين من كل البلاد له ومش هالبلاد ولا عيون البلاد. أكيد أخي أبو عصام، نحن الغريب والضيف العادي من أبو باشو، شلون هدول الناس اللي جايين مشان البلد؟ هذا الكلام فرض عين علينا كلياتنا، البلد بحاجتنا، مشان هيك لازم الكل يوقف وقفة رجل واحد. مثل ما قلت أخي أبو عصام، هدول أهلنا وبيوتنا مفتوحة لهم. إيه والله كتر خيركم يا جماعة، ما راح تقصروا. إيه والله وتبيض الوش. قبل كل شيء نخبر الشباب، كل الشباب نسكر الدكاكين كلها مشان نحصر الفايد والطالع. بدنا نعرف، ما بصير ما نعرف. أهم شيء بدنا نحصر الزعلان، بركي يتحرك له حدا هيك شغله عنا حنا. خير ما تفعل يا ابو عصام. تكرى الله. يلا يلا يا رب. شرفوا شرفوا. تفضلوا تفضلوا يا سيدي. يلا يا ابو عصام يلا Go ahead.
الحجار. وسعيك يا أمي. وين الوفود؟ إذا جاي لتمسك الوفود تفضل امسكنا. نحن الوفود جعنا قدامك. نحن ما بدنا حدا منكم، نحن بس بدنا وفود. لكان بتروح عمي وبتطلب هالطلب من ناس لا عندها شرف ولا عندها نخوة. على دمنا بتاخذ الوفود. معناتها انتو مو ناويين الخير؟ الغريب بس يقل لي عمي الخير لحاله بيحتار. وين بدك تروح يا شوكات؟ ما حدا فيكم رح يعتب برات الحارة، والوفود رح ترجع من محل ما يجي. مو تكرم عينك، تأخرت كتير لك وابي. لا بالأخير وصلت، الحمد لله على السلامة. يا أهلا وسهلا. كلمتين ما في غيرون، سلموا الوفود أحسن لكم. إذا مفكر إنه الفرنساوي رح يحميك بتكون غلطان لك وابي. كب هالجنزير من إيدك وفوت بريشك أحسن له. إجا الوقت يلي رح يتكسر فيه راسك يا حارة الضبا. عليهم يا رجال. ميت أهلا وسهلا بالنضل الواطي. روح قرب. يا نضل الواطي لك أنت البسة قليلة عليك. شوي
على رجليك. بس بس من عندك. كعبس كعبس. سلامتك. سلام سلام. شوكات. شوكات. يا لطيف. خليني شوف. أبو قاسم. يلا يلا. يلا يلا. شرف. أنت شو عملتي؟ شو بتفوت علينا هيك فوتة؟ شو هاد؟ شو هاد؟ بدي شندايتي. شندايتي بسرعة. يلا يلا. بسرعة. بعد هيك يا مو بعد هيك. يا عمتي يا أبي. يا أبي. يا جناب الكوماندان، من هلا ورايح إذا بيجوا زعران وبيفكروا يعتدوا على الناس وهن ببيوتهم، بوعدك إنه ما راح يطلع منهم المخبي. نحن حكومة فرنسا سوموندا، حكومة انتداب، ما بنقبل بأي تجاوز صار وبأي تجاوز رح يصير. ويلي قتل اليوتنان بيير راح يتحاسب هون، هون بالساحة، وحسابه راح يكون قاسي. قاسي كتير مسيو. حكومة فرنسا رح تحاسب اللي قوى سبع عصام. نحن ما عنا كبير وصغير مسيو، الكل بيوقف امام قضاء، الكل. الله يا معدو يلا هاتي مرت عمي الله يبيض وشنا معدو يلا معوليني أول يلا يا عمي يلا خد عمي يلا يارب يسر عمي هاد هلق هاد هلق عدو اسمع بتروح لعند أبو فارس بتقول له يسكر باب الحارة ويقفله صار عمي صار يلا لك يا ميت اهلا وسهلا لك اهلين وسهلين والله حييتك حاتم لك يا جماعه الخير لك نحن بسوريا كلنا اهل وقرايبين وخش اللي بده يفرق بين عدنا الله يحييك الله يحييك يا ابونا تفضلوا صرتوا كفيكم وصفيكم تبيحة عندي وعلى حسابي وكفوا عنكم كلياتكم لا عمي شوار حسابك علي الطلاق ما حدا بيذبحها غيري لا شرفوا أبي شرفوا 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 بإذن الله اليوم محسومة بخلصة رح نشوف رجال الكتلة رح نفهم منهم ورح يفهموا علينا بدنا نعرف شو عم بيصير صح ولا لا دخلك وهدول جماعة الكتلة الوطنية شو رح يطلع معهم من كل هالحكي والقر بتخبرهم باسمنا انه نحن معهم طول ما هن صح واذا غيروا نحن منغير اخي ابو عصام الاهم من هذا كله انه يحطوا شغله واحده قدام عينهم وبس انه هذا الفرنساوي لازم يطلع لازم يطلع بده يطلع من بلادنا شيخي ما في كلام غصب عنه بده يطلع والله يا شباب الله يرضى عليكم بالمهدوي اللي كاتبه الله هو اللي بده يصير لا اله الا الله تقسيما خراب بلاد وبدنا نحكي فيه بالجامع شيخي كل الناس لازم توعى لك سبعون الفتحة عنك التوفيق للقصة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شرف شرف عمي بعصام شرف يا الله يا رب عمي خاطر جاء انت هتعزب حالك لا عمي بعصام يعني حط ببالك من يوم رايح بالإجازة كتير بدي يصير مثل خيالك الله بحييك شوف يا ابو حسن شوف لي دستور يا رجال دستور يا بطايات خير شوفي وينك بيكون ما عندنا كبير غير الله سبحانه وتعالى من اخره شو بدك
راح لكم شغلة واحدة وبس، وما راح أقول غيرها. أنا من أولها راح تتشرط علينا. تفضل قول شو بدك. تسلمونا الوفود. شو أمرت سيدي؟ عم بحكي عربي. بتسلمونا الوفود. الوفود ما راح تتسلم يا جناب الكومندان. راح تخسروا كتير كتير. ما حدا بيموت ناقص عمر، فهمت هاي؟ الحارة تسكرت، لا في فوتة ولا في طلعة، لا في أكل ولا في مونة، حتى تسلمونا الوفود. فكروا منيح. لا تتعب حالك، ما رح نفكر. فكر أنت أو رجع على السرايا، وأحسن إذا بترجع لبلدك كمان. بما كن مهلة حتى الساعة 9 المساء، بعدين رح يكون في إجراءات تانية. فكروا منيح. أنا طالع عم على سطيح، بدي خبر معتز والشباب. ماشي، رح خبر أبو النار. يلا نيسر. شو في بشير؟ الفرنساوي محاصر الحارة وقال بدهم يانا نسلم الوفود. شو الحكي؟ مثل ما عم قال لك أبو الحكم. مر عقيد، لما اللي رجال الحارة وطعم على سطيح والحقوا لي حط الضبح. بسوا الشباب، الحمد لله على السلامة. أمان حي خاطر. أهلين أهلين عقيد. شو صار؟ هات لشوف. والله سكروا الحارة. اي بعرف، شعون الشباب فاي رح يطلعوا على سطيح وينزلوا لعندهم منا لهون. لا، ابي عم يقول انه هدول الرجال ما لازم يقربوا ابدا، لازم يضلوا بعيد. اي ما في مشكله، بس شو مشان الصوص؟ ما طرفت عيننا عنه وكله تمام. بعدين الكباريه جمعوا كل نسوان الحاره ببيت عمي ابو حاتم مشان يدخل اهل الحاره. اسمع لك عبدو، احمي حالك وروح لعند الشباب. ايه مي ريسبي مسيو لو كوميسير، لو كارتيير اي توجور اون سيج. Non, monsieur, je ne crois pas. Les délégués n'ont pas reçu les déclarations des divisions de pays. Car ils sont dans le quartier, et le quartier est en siège. Monsieur, la question est devenue assez grave. C'est une question politique. Messieurs, tout à fait. Messieurs, je veux une décision de votre part pour faire sortir les délégués chacun à son pays. À vos ordres, monsieur. À vos ordres. Mes respects. Aïe, Mishan Tar, Akhi, Nemesel, Libra, Abed. زدت الشبريه تبعك والفرد على الارض. ليش هيك عملته له؟ شو عملت؟ ايوه، كل هذا اللي عملته لسه عم تسال شو عملت؟ ولك قتلت فياض رفيقك، قتلت فهمي، حرقت الفرن والمضافي، وجاي تقتل ابو عصام، وعم تقول شو عملت؟ شو ما بقى عندك حكي ما تحكي ولا؟ وشو بتحب احكي؟ هيك ناس ما بتعرف تحكي عمي ابو حاتم، لانه الاذى بدمها. لك يخرب بيتك، دخلناك على الحاره وسويناك واحد منا وفينا، خنت الخبز والملح يا واطي. خسرت دينتك واخرتك يا دون. خلصنا ابي، عصام. مور يا ابي. ابي. وشك على الحارة، اجمعي كبارية الحارة خلينا نشوف شو نعمل فيه. لات عمرك يا بي، راجع لك، راجع لك يا واطي. صبا على ضيع يا بي، على ضيع. شيلوا على ضيع، شيلوا على ضيع، شيلوا على ضيع. انا وش على ضيع، بسيطة بسيطة على ضيع يا واطي.
بيضنا باقي ساعة. إذا ما سلموا الوفود بتحرق الحارة ويلي فيها. انتظري. حاضر سيدي. سلمونا الوفود؟ شو مفكرنا منشتغل عندك؟ تقول سلموني الوفود نسلمك ياهن؟ ما تعودت علينا؟ ما عرفت بلاد الشام وأهلها؟ احنا ما منسلم أهلنا إلا على دمنا. ولو شو ما طلعتوا بعيرات تقسيم؟ شو ما طلعتوا؟ وشو ما كتبتوا؟ وشو ما خدمتوا؟ البلاد لك قدامك وحدة وحضل وحدة. بدكم تقسمونا قسمونا، بس بلانا خلصوا منا بالأول. جربوا ليكنا طلعنا ضد التقسيم، وصدق ما حدا رح يوقفنا.